أهلا بيكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامجكم مصر أحلى. كلنا يعني مش هقول كمان يعني البعض مننا، لا كلنا بينتابنا كتير حالة من اليأس ومن الإحباط وفقدان الأمل. كلنا مبتلى يعني إذا كانت حتى الواحد بيتعب بيمرض بتجيله أزمة مادية بتجيله ظروف صعبة ظروف اجتماعية، كلنا مبتلى من أول ما بنبتدي يعني نشب كده ونشوف الحياة ونبقى يعني خرجنا من الطفولة وبدأنا نعيش حياتنا والطفولة بيرفع عنها القلم، يعني الطفل وهو صغير أو البني آدم وهو نائم بيرفع عنه القلم. أول ما بيكون لينا خلاص إن إحنا نحاسب، مفروض إن إحنا نحاسب، بنبتدي اختبارات الحياة وبنشوف ظروف كتيرة قوي بتقابلنا كل يوم، والحياة شوية بتبقى كويسة والحياة بتبقى صعبة أوقات كتير، وكلنا بنبقى بيجي علينا وقت كبير جدا جدا بنبقى حاسين إن إحنا عمرنا ما حالنا هيتغير وعمرنا ما هتكون حياتنا أفضل وإن الدنيا صعبة. كلنا ده، وأنا يعني أنا أولكم يعني، ويمكن الواحد لما بيمر بضائقة كبيرة جدا أو ابتلاء صعب أو ظروف بتخليه يفقد الأمل بيبقى الأصعب إن هو يرجع، لأن فقدان الأمل ده هو فقدان اليقين في الله، فبتبقى حاجة بالنسبة له صعبة جدا جدا إن هو يعني ما يكونش عنده اليقين ده. بنرجع تاني وبنستغفر ربنا ونقول اليقين في الله، طالما أنت بتحاول إن أنت تسعى تعيش إنسان محترم وبما يرضي الله فالأمل دايما في الله. بيقابلنا في الوقت ده حالات كتير قوي، بنشوف نماذج ربنا بيطلعها لنا كده أو بتتصدر الصورة، علشان النماذج دي بتكون هي زي النبراس يعني أو زي الضوء اللي بينور لنا إن أنت تقدر تغير وتتغير وإن أنت تقدر تغير حياتك، مش مستحيل. بنشوف نماذج بتشوفها كتير طبعا على السوشيال ميديا، بتشوفوا حالات كتيرة مثلا ربنا ابتلاها بفقدان أعضاء وقادرين يعملوا قادرين يكونوا أبطال في رياضات ويكونوا مثلا ليهم ميزات كبيرة جدا مختلفة، لأن ربنا سبحانه وتعالى يعني ربنا عدل ورحمن رحيم فبيدي حاجات كتيرة قوي لأي حد فقد حاجة صعبة كبيرة في حياته. احنا تعرضنا للحالات دي كتير، يعني احنا في برنامجنا مصر أحلى وشفنا ده كتير، وكانت من الحالة اللي يعني استوقفتنا. كنا بننزل من ضمن حملتنا يعني ان احنا طبعا كتير من ضمن الحملات احنا كنا برضو بنشوف اولاد بلا مأوى وبنشوف كل اطفال بلا مأوى، وكنا بنتعاون مع جهات متعددة. ودخلنا في حملة تانية بعد ما شفنا الاطفال برضو، دخلنا ان ازاي احنا برضو نشوف اهالينا الاب والام، ناس مش شرط برضو الاطفال، الناس اللي احنا بنشوفهم في الشارع، فكنا بنشوف ازاي ممكن ان احنا نراعي اهالينا اللي هم موجودين في الشارع ونكون ليهم يعني مكان آمن ومكان يقدر يعيش فيه بأدمية وكرامة. وكان تعاوننا في الحملة دي مع مؤسسة معا لإنقاذ الإنسان، وعملنا الحمد لله فيها بفضل الله حاجات كتيرة قوي، أتمنى أن ربنا يتقبلها منا ويكون في أجرنا بإذن الله تعالى إحنا والمؤسسة. ولما نزلنا شفنا يعني أهالينا اللي بلا مأوى اللي في الشوارع، في كتير منهم كان بيرفض أن إحنا نروح يكون ليهم دار أو يكون أو أن هم يكون ليهم مكان آمن. منهم كان بيخاف ومنهم كان بيسمع الإشاعات، خلي بالكم ده في ناس كتيرة بتتاجر في الأعضاء، ومنهم كان بيتسول يعني هو موجود في الشارع ده يعني هو بالنسبة له أفضل بكتير، ولكن المنظر الحضاري وإن الناس تبقى موجودة في الشارع كان منظر أولا غير حضاري، وثانيا في ناس كتيرة كانت منهم محتاجة إن هي تكون في مكان وتغيرت حياتها كتير. أفضل الحالات اللي قابلتنا كان استغاثة جات لنا من أحد جيران شاب اسمه حمدي، كان مشاهد كريم اتصل بينا وقال لنا في عندي حالة موجودة في الجنينة اللي قدام، يعني هم يبصوا البلكونة يشوفوا الجنينة دي، الجنينة اللي قدام البيت بتاعهم كان في شاب نايم في الجنينة على طول، وكان ظروفه صعبة قوي ان هو كان مريض اللي هو يعني ربنا يعز كل انسان مريض يا رب ويشفيه ويعافيه، يعني عزكم الله كان بيمشي يعني بيزحف على بطنه، يعني رجليه اللي تحت دي كأنها مش موجودة، فكان ما يجي يتحرك من مكان لمكان ان هو يمشي يعني يحاول ان هو يمشي على ايديه فقط، وان هو كانوا حتى الناس بتعطف عليه وهو كان يعني المشاهد الكريم ده بيعطف عليه ان هو ينزل له اكل من البلكونة، وبدأوا يدوا له اكل وهو موجود، ينزلوا له بطانية ينزلوا له حاجة، هو كان قاعد في المكان ده فترة طويلة قوي، وبعدين عرفوا ان هو يعني كمان كان ممكن يكون بيتعاطى
متعاطى مخدرات، لان الناس اللي موجوده في الشارع زي ما انتم عارفين سهله قوي الحاجات اللي زي كده. وقال لنا ان هو محتاج ان هو يعني اتكلم معاه، قال له تروح دار وكده وممكن نتكلم برنامج مصر احلى. قال له اه موافق، وبالفعل اتصل بينا واحنا رحنا له. تعالوا نفتكر مع بعض حمدي ولما رحنا له في الجنينه، وايه اللي تم لما رحنا، وبعد كده نرجع تاني نشوف فلاش باك ونرجع تاني. استمرارا لحملتنا، حملة مصر أحلى لإنقاذ قاطني الشوارع، إحنا النهاردة جينا في منطقة حدائق القبة، تحديدا في شارع مصر والسودان، بناء على دعوة استغاثة من أحد مشاهدينا الكرام الأستاذ عبد العزيز محمد سودان، اللي اتصل بينا وقال إن هو من أحد الجيران المطلة على الجنينة هنا بشارع مصر والسودان، وقال إن فيها رجل في المنتصف من عمره حوالي في الأربعينات أو في أوائل الأربعينات، وان الراجل ده جه هنا في الجنينه من حوالي سنتين وكانت حالته يرثى لها. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا حمد؟ الله يسلمك يا دكتور. قول لي انت قاعد هنا بقالك قد ايه؟ قاعد هنا بقالي سنتين داخل في سنتين سنتين قاعد هنا، مالكش بيت، مالكش يعني ناس قرايبك؟ ليا بيت، بس بيت اتاخدت، شقتي اتاخدت، كنت قاعد هنا، كنت قاعد في اسكندريه، رجعت كنت شغال هناك في اسكندريه، رجعت لقيت صاحب البيت اخواتي بايعين الشقه لصاحب البيت وخدوا بعضهم ومشوا. يعني من ساعتها قاعد هنا ما بتشتغلش، وقاعد بقالك السنتين قاعد في الحته دي؟ كنت قاعد الاول هناك تحت الشبابيك اللي هناك دي كده، بس طبعا مع الشمس بتاع واحد بعضي وعم جايبين على هنا راجل صاحب واحد كان في شاحن شغال في الكشك هنا الاول، جه جابني هنا وجاب لي الحاجه بتاعتي دي هنا كده، وبقى بقولك على ولا الحاجه، بقولك اللي يجيب لي بطانيه، اللي يجيب لي فرشه، اللي يجيب لي لقمه. في الشتاء قاعد هنا يعني في الحر في البرد قاعد في الحته دي؟ قاعد في المكان ده ما اتحركش منه. معلش عفوا، يعني بتاكل ازاي؟ بتروح الحمام ازاي؟ في جراج جنبي هنا بروح في الحمام، وأكلت أو ما أكلتش، ما مسألة الأكل ديت ما ببصش إن أنا آكل أو ما أكلش، لأن أنا بتمنى أموت من ربنا أحسن من إن أنا فيه دوا. إن شاء الله ربنا يديك. انتهى كذا مرة. أنا جاية لحد عندك هنا وعلشان أساعدك. وفي احد يعني جيرانك هنا الاستاذ عبد العزيز هو قال لي ان انت محتاج مساعده، واحنا جينا بناء على ده، وعايزين ناخدك في مكان يكون امن، يعني الحر اللي احنا قاعدين فيه شويه، اللي احنا قاعدين دول اللي يكون في عونك، الحر والبرد والاكل اللي شويه بتقول فيه اكل ومفيش اكل، لا هنروح مكان كويس مع ناس محترمه وبيت وسط، يعني هتكون في وسط اهلك. يعني وشك نور، ويعني حالتك ما شاء الله اتغيرت خالص. والله ده لازم وشي ينور وحالتي تتغير من مكان لمكان، وضع غير وضع، شقه اعتبر شقه قاعد في شقه. واحنا
خارجين من مؤسسه معانا لانقاذ الانسان، عرفنا ان حمدي اللي احنا جبناه من حوالي سنه ونص او اكتر شويه، ان هو ما شاء الله تعافى من الادمان، وان هو الحمد لله رجليه بدا يمشي عليها، وكمان اشتغل هنا في الامن. السلام عليكم. ازيك عامل ايه؟ الحمد لله يا استاذه تمام. ما شاء الله، يعني ما صدقش ان حمدي اللي احنا جبناه من سنه وشويه هو ده. لا اتعدلت كتير يا استاذه وفاء، وبقيت بمشي على رجلي. لو ما كنتش بعرف امشي بقيت بمشي على رجلي وبشتغل. الحمد لله اتعالجت. عملت ايه؟ عملت عمليتين في رجلي في رباط الصدر. عن طريق المؤسسه؟ عند الاستاذ محمود وحيد، وفي عمليه ثانيه، ودلوقتي بعمل علاج طبيعي. الحمد لله بطلنا، ما بقيناش نشرب حاجه. الحمد لله بطلت كل حاجه، ما فيش بس الا السجاير اللي بشربها بس دلوقتي. كده مش عارفه ده صح ولا لا، يعني كانوا بيقولوا لي عليه جوه ان انت كمان خطبت هنا من مؤسسه. خطبت من مؤسسه من هنا معانا، خطبت واحده اسمها منى، بس هي في الدار الثاني. في الدار اللي فيها السيدات. في الهرم بس، وان شاء الله باجي في الاوقات. دلوقتي الباشمهندس بيجي في الاوقات بتاعتي وبتاعتها، عشان ان شاء الله خلصت كل حاجه. ده تقرير صغير او فلاش باك من تقريرين كان مر بينهم سنتين. اول تقرير اللي انتوا شفتوه، او الجزء الصغير اللي انتوا شفتوه، لما قومنا حمدي من الجنينه، وكان وقتها حتى عنده مشكله في رجله، لان هو كان عمل حادثه وما اتعالجش وقتها، فكان عنده مشكله في الاعصاب. يعني كانت المساله ان هو محتاج يعمل عمليه ضروري او عمليتين. ولكن زي ما انتوا شفتوه لما راح مؤسسة معانا لإنقاذ الإنسان، ربنا يبارك فيهم جميعا، والأستاذ محمود وحيد وقتها حتى لما اتكلمنا كان في عنده مشكلة ان هو خايف ان هو ما يبطلش، يعني ان هو يكون لسه بيشرب حاجات. وانا سبحان الله، يعني انت لو سمعني حتى دلوقتي يا حمدي، انا كنت براهن عليك، وكنت بقول لا، كنت حاسة بحاجة من جواه ان هو عايز يتغير، ان هو عايز يعيش. لانه حتى واحنا ماشيين كان بيقولي نفسي اعيش حياة كويسة وبيت وحياة أدمية زي أي بني أدمين، ويبقى عندي زوجة وعندي أولاد ويبقى عندي أسرة. وإحنا كنا في الطريق كان في بيننا حديث، فلمست من جواه إن هو عايز يتغير، إن هو عايز حياة، إن هو محتاج يحيا حياة أدمية وفيها كرامة زي أي حد ربنا خلقه في الدنيا. يعني مش محتاج، يعني مش عايز يعيش أو خلاص يعيش على الماضي، لأن هو فقد بيته. وبدون دخول في تفاصيل، كان عنده مشكلة مع اخواته، او اخواته خدوا البيت بتاعه، باعوا البيت، وما بقاش عنده ولا بيت ولا عنده شغل، لانه كان بيشتغل كهربائي. وبالتالي بعد الحادثة ما بقاش لا عنده بيت ولا عنده حاجة. كان عنده صدمة، ويمكن لاحظته في نهاية التقرير الاولاني هو بيقول انا اكتر من مرة حاولت ان انا انتحر. كان فقد يعني الامل، وكان عنده يأس كبير قوي واحباط، ولكن ربنا سبحانه وتعالى يعني رد له الامل من جديد، خاصة لما حد يلاقي يبقى عنده كده ويحس ان هو نفسه يعمل ده، فيلاقي حد يساعده، ان في ايد اتمدت له. وهي بصراحه يعني كان حاجه كويسه قوي ان في مؤسسه بترعى الناس، اهالينا اللي هم قاطبي الشوارع، ان هم يكون ليهم مكان امن، وهو يكون فيه شكل حضور، ان هو يتعلم. الجميل في قصه حمدي ان هو لما رحنا تاني مره بعد فتره، زي ما انتم شفتوا بسنه وشويه، كنا رايحين بحاله تانيه. كان برضه راجل يعني طيب، ربنا يبارك فيه يا رب، ويكون دلوقتي برضه يا رب حاله أفضل بكتير، زي ما سمعت أخباره إن هي حالته برضه بقت أفضل. وإحنا داخلين اتفوجئت بإن حمدي موجود هناك في الدار، وإن هو بقى يعني بقى أفضل كتير، وإن هو قاعد زي ما أنتم شفتم بيشتغل، إن هو يعني كمان مش قاعد موجود في الدار، لا اشتغل واتعلم إن هو يقعد ويعمل حاجات، وإن هو بقى موجود يعني موظف أمن في المؤسسة. وبدأ كمان ان هو يتعالج، وبدأ يعمل عملية بقى افضل، وبعدين عمل عملية تانية والحمد لله بقى يقدر يمشي لوحده. من كام يوم جات لي دعوة، والله والدعوة اللي جات لي دي جات لي في وقت انا بقى اللي زي ما بقول لكم كده، كنت في الوقت ده محبطة جدا، وكان عندي نوع برضو من الـ مش عايزة اقول الاكتئاب، ولكن كان عندي نوع من بعض اليأس. يعني ربنا يا رب ما يكتب على حد ابدا كده، ويجعل دايما كده عندنا امل في الله.
ولكن كانت دي جايه لي كده رحمه من ربنا، ان دعوه من مؤسسه معانا لانقاذ الانسان، ان هو في عاملين حفله كبيره لزواج، حفله زفاف لحمدي وخطيبته اللي هي كانت موجوده منى، ان هم يبقى حفله الزفاف في دار الاشاره، وان هم بيدعوني، بس للاسف انا كنت تعبانه شويه كتير، فسامحني يا حمدي، كان نفسي فعلا احضر فرحك والله العظيم، واكيد كنت هيفرحني كتير، بس انا كنت تعبانه جدا مريضه فعلا، ما كنتش قادره اقوم ولا انزل ولا اجي، بس يكفيني الصور اللي انتوا بعتوها لي والاهداء اللي انت بعته لي من خلال الفيديو. تعالوا نشوفوا الصور كده محمود، لو عندك الصور جاهزه. وهو في فرحه وقد ايه كان شكله اختلف تماما، وقد ايه هو يعني صار يعني خلتني احس ان يا بني ادم ممكن يتغير لو هو عايز يتغير. هو هنا هو وعروسته، ربنا يسعدهم يا رب. ده من يومين كان الفرح بتاعهم، كان فرحانين جدا جدا، وكان احساسهم قد ايه ان هم يعني انت تبص في الصور تحس انهم بيحبوا بعض، وفي نفس الوقت ان هم حابين يبنوا حياه جديده رغم ظروفهم هما الاثنين، وحياتهم ملكهم ان هم يقدروا يعيشوها ازاي ويتكيفوا ويكيفوا بيها ازاي. احنا ممكن كل واحد فينا بيقابله ظروف صعبه جدا جدا، ولكن يبقى الامل. لو عندك امل هتقدر تغير، ولو عندك امل هتقدر، بس الامل واليقين لازم يكون نابع من جوانا، لان انت لو مش عايز تسمع، ويمكن انا لسه كتير بقول لكم يعني كررتها كتير النهارده، ان انت ممكن يعني اللي انت بتقول للناس كذا وكذا وكذا، انت يمر عليك الوقت ده، ومر عليا الوقت ده كتير، وحسيت ان انا وقتها مش قادره اسمع، مش عارفه اسمع، قد ايه ممكن الاحباط يتملكك فيخليك ان انت مش قادر حتى تخطو خطوه، او ان انت تصحح حاجه او تغير حاجه. مجرد ما الامل ده ينبع من قلبك، ولازم عشان يطلع من قلبك يكون عندك يقين وايمان بربنا سبحانه وتعالى ان هو قادر يغير حياتك، زي ما شفنا الصور بتاعت حمدي. وكمان هو بعت لنا فيديو بيشكرنا فيه، وانا اللي بشكره والله فعلا، يعني هو لو سمعنا، انا عارفه ان هو يعني اللي خلاص سافر وبيقضي دلوقتي شهر العسل، ربنا يسعدهم يا رب ويسعد كل ايامهم ويرزقهم ان شاء الله بالذريه الصالحه، ويعني ويعمل كل اللي هو نفسه فيه هو ومراته، وان شاء الله تكون حياتهم سعيده. لكن الفيديو لما جالي كان انا اللي حبيت اشكره عليه، وانا اللي كنت عايزه اقول له شكرا ليك يا حمدي، يعني كان الرساله دي جات لي ان ربنا يجعلك سبب في تغيير حياه انسان، اكيد ده من ربنا سبحانه وتعالى، واكيد يعني ان ربنا هو اللي بيكلل خطواتك دي بالنجاح. يعني لو انت حتى يعني عايز تعمل حاجه وما بتتمش، يعني عايز تساعد حد، ويمكن قلت ده كتير، ولكن والله والله كل الحالات احنا عايز نساعدها، بس عايز اقول ان انت كمان ما يكون في حاجه زي كده وربنا يساعدك، فاكيد ده من ربنا عشان يرزقك عنه وعلشان يثيبك عنه. فان احنا ربنا سبحانه وتعالى من علينا بالتوفيق ان احنا نوصل لحمدي، وربنا برضو يبارك في المشاهد الكريم الاستاذ عبد العزيز اللي هو دلنا عليه، يعني هي كلها هتلاقيها كلها بنوصل لبعض، هو دلنا عليه واحنا وصلنا لمؤسسه معانا، ومؤسسه معانا ساعدته وهو قدر يساعد نفسه، اكيد كلنا ربنا سبحانه وتعالى، ولا نزكي انفسنا على الله، اكيد ربنا هيأجرنا كلنا عن ان احنا ساعدنا انسان ان هو يبني حياته ويغير حياته ويبتدي حياته من جديد. يعني هو ما كان بيتكلم وما رحت له يعني اول يوم كان كلام بتاعه مؤثر جدا جدا جدا، ان هو فقد كل حاجه وعايز يعيش ليه، ما هو بيته فقده وشغله فقده ومريض وما عندوش يعني حاجه تخليه حتى يقدر يعيش ولو يوم. فلما حياته دي كلها تتغير يبقى هو عايز ينسى كل اللي فات، وينسى اي خلافات، وينسى اي حوادث حصلت له، ويبتدي من جديد، وهو ده اللي عمله حمدي. تعالوا نشوف الفيديو اللي بعته لنا، نرجع تاني. السلام عليكم، انا بوجه رساله للاعلاميه وفاء طالون، لان هي رجعتني الحياه تاني، عرفتني بالبشمهندس محمود، وهي السبب اللي انا فيه دلوقتي، ان هي خلتني اقف على رجليها تاني، وجت شفتني عرفتني في الدار، جابتني عملت عمليتين طبعا، وجيتي شفتيني وقلت لي هاجي لك تاني، وجيتي لي تاني مره لقيتني خاطب، وجيتي لي تاني مره قلت لي انا
هاجي لك بعد كده وهروح اشوف عروستك ورحت شفت عروستي والنهارده انا كاتب كتابي. كان نفسي يشرفني ان انت تكوني حاضره كاتب الكتاب بتاعي. واشكرك جدا ان انت عرفتيني على الناس الطيبه دي. توجه ايه لباشمهندس محمود وحيد؟ اوجه للباشمهندس محمود وحيد اوجه له 100,000 شكر و 100,000 تحيه. ولو هوجه له هوجه له الدنيا كلها. حاسس بيه النهارده يا حبيبي؟ حاسس بفرحه كبيره قوي. قول ايه المنه؟ اقول لها ايه؟ اقول لها بحبك. قول ايه لاخواتك كل اصحابك اللي في المؤسسه؟ اخواتي في المؤسسه اقول لهم خلي بالكم من نفسيكم وربنا يصلح حالكم. اوجه برضك للاخوات اللي في المؤسسه لو ما حدش في حد زعلان مني لو حد زعلان مني ما يزعلش. مبروك يا عم. الله يبارك فيك. وبشكر ساره خلف مديره الدار واستاذ حنان محسن وفوق هم كلهم فوق دماغهم استاذ شيماء وحيد لان هي مش هقول لك اختي هي اختي وامي وابويا هي القلب الحنان بتاعي اللي مش عارف اوصف لك اكتر من كده حاجات كتير قوي بس مش قادر مش عارف اطلعها في الوقت. مشكورها جدا جدا جدا. الله يبارك فيك يا استاذ. صراحة احنا اللي بنشكرك وربنا يا رب يوفقك ويسعدك يا رب. تعالوا بقى ندخل في حلقتنا النهاردة. النهاردة عندنا فقرة مهمة جدا هنتكلم فيها يمكن نتطرق لباب جديد محتاجين ان احنا نعرف عنه شوية اكتر كتير واحنا كمشاهدين برضو تعرفوا ايه هو التأمين وزي ممكن يكون في عندنا بعض غياب للوعي التأميني وايه هو التأمين التكافلي واسئلة كتيرة حوالين القطاع التأميني في مصر. هيشرفني النهاردة في الاستوديو الاستاذ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين. نطلع فاصل نستقبل ضيفنا. القطاع التأميني في مصر معروف ان هو يعني نشأ من اكتر من 120 سنة وان القطاع ده يعني فيما يقرأ او في القراءات الاقتصادية ان هو يعد احد الركائز الرئيسية في الاقتصاد القومي. طيب الوعي التأميني احنا عندنا بعض القصور فيه، يعني بمعنى احنا كناس كمواطنين عاديين عارفين ايه هو التأمين، ممكن تبقى الصورة الذهنية عند معظمنا يعني ان هو التأمين على السيارة، تأمين على الحياة. ممكن ليه البعض يعني لا يقبل على انه يعرف مثلا معرفة اكتر بالتأمين وايه هو يعني الاوعية التأمينية والمنتج التأميني، ممكن كتير ما يعرفش، حتى الناس اللي هي ممكن تكون عندها بعض الثقافة ممكن ما تبقاش عارفة. طب لو سألنا حد ايه هو التأمين التكافلي، هل ممكن شريحة من الناس يعني ممكن ناس كتيرة تقول هو انا يا دوب يعني ده انا مقضي حياتي بالعافية، تأمين ايه اللي هعمله؟ مش محتاج اصلا اعمل تأمين. طب امتى نحتاج التأمين وامتى احس ان انا بستفيد من حاجة اسمها تأمين؟ وهل الاتحاد المصري للتأمين اللي هو يعني بقاله باعة كبيرة جدا في السوق المصري اشتغل على الجزئية دي بان يكون في عندنا وعي للتأمين، منه ان هو يعني بيضخ في الاقتصاد القومي ومنه في نفس الوقت ان هو بيفيد المواطنين ويكون في عندي نتائج إيجابية يعني بتدر عليا انا بالنفع؟ ايه هي حدوتة التأمين في مصر بالشكل البسيط جدا ده اللي هنعرفه دلوقتي من ضيفي اللي بيشرفني في الاستوديو الاستاذ علاء الزهيري رئيس الاتحاد المصري للتأمين. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. استاذ علاء، لو احنا اتكلمنا يعني عرفنا مشاهدينا كده ايه هو يعني لو اتكلمنا عن 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 التأمين في مصر او التأمين في السوق المصري وازاي انا كمواطن يعني يكون في عائد عليا من هذا القطاع. بسم الله الرحمن الرحيم. زي ما حضرتك تفضلت وقلت ان احنا بقالنا 120 سنه قطاع التأمين قطاع عريق جدا وله باع كبير جدا في المساهمه في الناتج الداخلي القومي للاقتصاد
وسداد تعويضات وحمايه الاقتصاد القومي، حمايه الافراد، حمايه الشركات. الحقيقه قطاع التامين بيساهم بجزء كبير في هذه المنظومه. التامين بمنتهى البساطه هو نقل الخطر من على المؤمن له اللي هو الشخص او الشركه او ايا كان الفرد اللي احنا بنتكلم عليه ليه شركه تامين. يعني هو ده بمنتهى البساطه التامين. الانسان معرض في حياته الخطر من ساعه ما بيصحى لغايه ما بينام، طول اليوم معرض لاخطار كتير. الشركات اثناء عملها معرضه لاخطار. الاخطار دي كلها شركات تامين هي بتقوم بنقل الخطر ده من عليها، من على الافراد دي او الشركات دي لشركه تامين. فشركه تامين بتقوم بدور كبير في هذا. طبعا في المقابل شركه تامين بتحصل على ما يسمى بقسط التامين او مقابل التامين. ايوه. الحقيقه ان قطاع التامين بيلعب دور كبير جدا في ان المصانع تفضل شغاله، ان السفن تفضل بتنقل بضائع، ان الطيارات بتنقل الناس، ان الناس بتروح وظائفها وبترجع تاني، ان الفلوس اللي بتتعامل بيها بتفضل محميه. الناس لما بتاخد قروض قطاع التامين يقدر يغطيها. قطاع التامين بيخش في كل العمليات اللي بتتم، سواء كانت عمليات تجاريه او عمليات صناعيه او حتى عمليات خدميه او حتى في التعاملات اليوميه للناس. فده قطاع التامين بمنتهى البساطه. طبعا عندنا في مصر 38 شركه تامين. انا كنت لسه هسال حضرتك السؤال ده. يعني المعروف ممكن لدى الناس يعني العامه يعني ان احنا كنا 3 شركات. ده لمده 75 سنه. من 75 سنه يعني. كان عندنا 3 شركات قطاع عام. ليه قطاع عام؟ دلوقتي بقوا بعد كده القانون في مصر اتغير وسمح بدخول رؤوس اموال القطاع الخاص. الكلام ده في سنه 79 ابتدت تخش شركات قطاع خاص. فبقى في منافسه. وابتدى يخش كمان بعد كده شركات اجنبيه. والقانون بعد كده اتعدل وسمح ان الشركات الاجنبيه كمان او القطاع الخاص يتملك بنسبه 100%. تمام. فده يعني ما بقتش مشكله عندنا في الملكيه. تمام. فاصبح عندنا النهارده 38 شركه تامين. 15 منهم بيقدموا تامينات الحياه. و 23 شركه بتقدم تامينات الممتلكات والمسؤوليات. بمنتهى البساطه تامينات الممتلكات والمسؤوليات دي كل حاجه ممكن قابله للتامين فيما عدا التامين على الحياه. يعني التامين على السيارات، تامين على المصانع ضد اخطار الحريق، اخطار اعطال الماكينات، اخطار السطو. كل انواع التامين اللي هي ممكن تتصنف غير تامين الحياه بتخش في تامين الممتلكات، ودي بتقوم بيها 23 شركه. من بعض الشركات دي في شركات تامين تكافلي وشركات تامين تجاري عادي. التأمين التجاري العادي اللي هو متعارف عليه. التكافلي هو نوع من أنواع التأمين اللي ظهر يمكن من فترة مش كبيرة قوي في العالم، حتى مش في الدول الإسلامية بس، ولكن حتى في دول حتى مش إسلامية، ولكن ابتدت تعمل تأمين تكافلي. ليه؟ لأن في بعض الشرائح من الناس بتقول والله التأمين ده في جزء أنا مش حاسة بيه فرحة براحة نفسية، إن هو ممكن يكون بيتعارض مع معتقداتي الدينيه. فانا بالتالي بكون بفضل نوع من انواع التامين التكافلي. والحقيقه يعني منتج هو منتج من انواع التامين. وقدمته شركات تامين بره مصر زي ما قلت، وفي مصر كمان. اللي هو لو شرحنا بشكل بسيط بمنتهى البساطه هو تامين تكافلي، هو نوع برضه من انواع التامين العادي. ممكن تامني على وثيقه تامين حريق ولكن بشكل تكافلي، تامني على حياتك ولكن بشكل تكافلي. تكافلي يعني ايه؟ يعني شركه تامين الاموال اللي بتاخدها من حضرتك، القسط اللي بتاخدها من حضرتك، بتستثمرها في اوعيه استثماريه بتكون بتوافق عليها لجنه شريعه موجوده في مجلس اداره او مجلس اداره الشركه تامين تكافلي. لجنه الشريعه دي بتقول والله ان الاوعيه اللي بتستثمر فيها شركه التامين مدخراتها او فلوسها او الاقساط اللي بتحصل عليها من العملاء او حتى الجزء بتاع راس المال قبل الاستثمار هي اوعيه تتوائم مع الشريعه. تمام. وبالتالي ما بيكونش فيها اي حاجه تخلي الانسان يحس ان في شيء ضد معتقداته الدينيه. تمام. فبيبقى تامين تكافلي. وفي نهايه الوثيقه التامينيه او نهايه السنه التامينيه شركه التامين بتيجي تقول للعميل انا خلال السنه كلها حققت ارباح او حققت فائض. الفائض ده بما انك انت كنت مشارك معايا لانك انت حطيت قسط، فانا برد لك جزء من الفائض اللي انا حققته. تمام. ده هو ده التامين التكافلي بمنتهى البساطه. ولكن كمعاملات وانواع تامين هو نفس انواع التامين التقليدي. ولكن بتبقى ده جزء فيه ان هو جزء في جزء استثمار لل هو الاستثمار هنا او هنا، ولكن نقول
ان الاوعيه التي يتم الاستثمار فيها اللي بتقوم فيها شركات التامين تستثمر اموالها فيها هي اوعيه تتوائم مع الشريعه وتوافق عليها لجنه الشريعه الموجوده في شركه التامين. تمام. فده جزء يعني. والجزء الثاني هو اللي هو توزيع الفقر. لكن احنا عندنا 28 شركه زي ما قلت، منهم 15 شركات شركه تامينات حياه. وتامينات حياه بتامن على تامينات حياه سواء على الافراد او تامين جماعي، وبتامن كمان بتدي مزايا. يعني ايه مزايا؟ بتدي كمان نوع من انواع التامين اللي بيكون فيه ادخار، يعني ممكن تكون دفعات ادخار بتاخدها شركات تامين او قسط بتاخد شركات تامين وبتبتدي توجهه في اوعيه استثمار. اوعيه الاستثمار دي خلال مده التامين العميل لو استمر على قيد الحياه بياخد مبلغ التامين وبياخد العائد اللي جاله من الاستثمار. تمام. لا قدر الله توفى، اهله هم اللي بياخدوا التامين وبياخدوا عائد استثمار لغايه الجزء اللي هو حصلت فيه الوفاه. تمام. دي شركات تامين الحياه. شركات تامين الحياه كمان بتعمل نوع من انواع التامين الطبي. وشركات تامين الممتلكات كمان القانون بيسمح لها بالتامين الطبي. فده بمنتهى البساطه ده سوق التامين المصري. التامين الطبي تقريبا يعني معظم الناس عارفينه، ولكن لو احنا قلنا برضو يعني احنا كقطاع تامين بنتكلم على انه يعني بهذا العمر الكبير 120 سنه وانه قطاع كبير وزي ما حضرتك قلت بيدخل في كل حاجه، ليه عندنا غياب للوعي بالتامين؟ يعني ما عندناش الثقافه التامينيه، وايه دوركم انتوا كاتحاد للتامين او مصر للتامين ان انتوا تعملوا زياده للوعي وزياده ثقافه الوعي التاميني عند بعض الناس او عند كل الناس تقريبا؟ يعني الاتحاد المصري للتامين طبعا اكيد عنده دور هنشرحه، ولكن غياب الوعي ليه؟ هو الحقيقه يعني الحمد لله الوعي، احنا دايما كنا بنشتكي من غياب الوعي، ولكن الفتره اللي فاتت شركات التامين المصريه والاتحاد المصري للتامين بالتعاون مع الهيئه العامه للرقابه الماليه عمل الحقيقه برامج كتير لتوعيه الناس ان التامين ده شيء مهم. والحقيقه في العالم كله التامين هي ثقافه، يعني بيمشي مع ثقافه المجتمع. صحيح. يعني المجتمع نفسه بيكون عنده ثقافه الاحساس بالخطر، وبالتالي بيلجا لشركات تامين عشان تقلل العبء من عليه. بمعنى النهارده لو حد عنده عربيه مثلا بمليون جنيه والعربيه دي لا قدر الله حصل فيها حريق او سطوه او حصل لها حادث كبير، مش كل حد النهارده عنده مليون جنيه بكره عشان يروح يجيب عربيه ثانيه. صحيح. لكن شركه التامين المليون جنيه دول بتغطيهم مثلا بقسط ممكن يوصل 10,000 جنيه او اقل او اكتر، يعني انا مش عايز اقول ارقام بالظبط، يعني مش عايزين يعني نلخبط الناس مثلا يعني، ولكن يعني حتى ولو بتبقى من 10 20 30,000 جنيه غطيتهم ب 30,000 جنيه، ال 30,000 جنيه دول شركه التامين بتاخدهم مره واحده في السنه. في مقابل العميل لو حصلت له حادثه ممكن ياخد من اول جنيه لغايه المليون جنيه. فهو اشترى راحته طول السنه ب 30,000 جنيه. وان هو يعني ضد اي مخاطر، ضد ان هو يبقى حاسس ان هو يعني في وضع امن. بالظبط كده، وبالتالي شركات التامين بتقوم على او هدفها اساسا انها بجانب طبعا الربح اكيد احنا مش عشان نكسب، ولكن برضه في نفس الوقت بتقوم بعمل كبير جدا انها بتقدم الحمايه التامينيه لجماهير المؤمن عليهم. تمام. الحقيقه كون ان التامين في مصر لمده 75 سنه كان يستحوذ عليه 3 شركات فقط والشركات مملوكه للحكومه بالكامل، الحقيقه ده ما كانش بيخليهم يعملوا مجهود في انهم يوصلوا وعي للناس. ولكن لما ابتدى يخش، وصلنا النهارده 38 شركه، اصبح جزء كبير من التنافس بين الشركات دي انها تخلق وعي عند الناس. الاتحاد المصري للتامين كمان زي ما قلت خد المبادئه وابتدى يعمل حملات. السنه اللي فاتت عملنا 4 افلام دعائيه كانت بتخاطب شريحه، الحقيقه ما كناش بنتكلم على كلاس A ولا كلاس B، كنا بنتكلم مع كلاس C وكلاس D. كنت لسه يعني هسال حضرتك في الجزء ده، يعني ممكن كل اللي احنا بنتكلم عليه، ولكن في عندنا يعني الشريحه اللي هي ممكن نقول ان هي صعبه في كل الاحوال حتى لو هي عندها بعض الوعي ان هي يعني تؤمن او ان هي تسعى ان يكون عندها تامين، انتوا بتخاطبوهم ازاي او داخلين معاكم ازاي؟ احنا الحقيقه عملنا زي ما قلت 4 افلام دعائيه، الافلام دي الحقيقه كانت بتتكلم على ان الشريحه دي تقدر تشتري تامين اسمه تامين متناهي الصغر اللي ممكن يكون قسطه في السنه كلها 50 جنيه يعني في الشهر 4 جنيه يعني لو الواحد حب يقول والله انا اللي بيشرب سجاير مثلا هقول انا هتنازل عن 2 علبة سجاير في السنه مش في الشهر. أيوه. وهشتري تامين ليا او لاولادي، كنا مقدمين النوع ده من انواع التامين. كويس. كنا بنتكلم على
الصناعات الصغيره والمتوسطه. واحد عنده مصنع سجاد، واحد عنده مشروع صغير بمليون جنيه، 2 مليون جنيه او اقل من كده، نقدر نامن له وثائق تامين يكون القسط بتاعها بيتراوح مثلا من 60 جنيه ل 100 جنيه في السنه، مش في الشهر. حلو قوي. في السنه. فاحنا الحقيقه عملنا اربع افلام كنا بنخاطب بيها الشريحه دي وجاب نتيجه كويسه. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا عندنا حجم قصاد تامين السنه اللي فاتت في سوق التامين المصري 22 مليار جنيه، السنه دي بيقارب 29 مليار جنيه. كويس قوي. ده مش بس عشان الحمله طبعا اكيد، ولكن طبعا اكيد زي ما قلت زياده. يعني انا هسال برضو حضرتك في برضو في الحملات دي وزياده الرعايه، بس هستاذنك معانا مداخله بس. معانا احمد من الجيزه. الو الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضل. اتكلم استاذ علاء، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا، فرصه ان حضرتك موجود يعني على البرنامج، وكنت عايز استفسر من حضرتك على بعض الاستفسارات لو سمحت لي. اتفضل. وطبعا بنتكلم على الجزء الاخير اللي كنت بتتكلم فيه اللي هو تقديم منتجات لمحدودي الدخل او اللي هم دخلهم ضعيف، وكان وفي كمان اللي كنت قدمته منتج كويس قوي للعماله الغير منتظمه زي وثيقة امان. مظبوط. كان اتعمل كانت رائعه جدا، وكان المبلغ بتاعها يمثل يوميتين بس من اجره العمل في الاسبوع، فكانت حاجه هايله جدا وتامنه. لكن اتعمل عليها ضجه جامده قوي قوي قوي، بعد كده العمليه ماتت خالص، ما بقتش نسمع عنها اي حاجه خالص. ده موضوع. الحاجه الثانيه طبعا انتم متميزين التامين من زمان في الهيلث كير والتامين الطبي. النهارده بعد قانون التامين الصحي اللي قامت الحكومه، هل هيبقى لكم دور، هل دور تنافسي بقى ولا دور تعاوني معاهم او تكاملي مع الحكومه؟ مع الحكومه. اخر سؤال واستفسار، واسف ان انا طولت على حضرتك، الدخول بقى التطور التكنولوجي، واحنا دلوقتي في عصر التكنولوجيا بالنسبه لسوق التامين، بالنسبه ان اقدر اعمل وثيقه بالنت، اقدر احصل بالنت، هل موجود دوت ولا لسه في تطور في ظل التطور؟ وبشكر حضرتك الناس في على الاطاله يعني. شكرا. اشكرك استاذ احمد. شكرا. الحقيقه الاستاذ احمد يعني اتكلم في ثلاث مواضيع مهمه جدا. الموضوع الاول اللي هو بيتكلم على التامين متناهي الصغه ومحدود الدخل. زي ما قلت احنا عندنا منتجات قدمناها بشكل كويس. وثيقه امان نتكلم عليها نشرحها بمنتهى البساطه، هو الحقيقه كانت مبادره من رئيس الجمهوريه السنه اللي فاتت في ان يتم تامين على العماله اللي هي غير مستديمه او اللي ما عندهاش. أيوه. اللي هي العماله اللي بنسميها المؤقته او اليوميه. ودي كانت بدايتها، ولكن الحقيقه انتشرت حتى يعني ابتدى ناس كتير يامنوا، مش لازم تكون حتى يعني هي كانت بدايتها العماله المؤقته، ولكن ناس كتير امنت او اشتريتها من العماله العاديه يعني. دي كانت منتهى البساطه بتقول ان الانسان بيروح لبنك او العامل بيروح لبنك بيشتري منه شهاده من البنك. الشهاده دي ب 500 جنيه وفي المقابل الشهاده طبعا بتطلع له فايده. الفايده في السنه بتطلع كانت ساعتها اعتقد 80 جنيه. بناخد منه 50 جنيه نشتري له بيهم وثيقه تامين. وثيقه التامين دي كانت بتدي له مبلغ تامين 50,000 جنيه تغطيه. لو حصل له قدر الله حادثه ادت لعجز كلي او لو حصل له وفاه، المستفيدين بيصرفوا 50,000 جنيه. كويس. واتعمل عليها دعايه كبيره جدا. ويمكن عايز اقول ان مبالغ اللي احنا سمعناها هي قامت بيها شركه تامين واحده في مصر، ولكن تخطت المليار جنيه. يا خبر. حجم كويس جدا، ده دليل على برضو وعي الناس. ازاي الناس طبعا اشتكت، وحقيقه المصانع ابتدت تشتكي للناس بتاعتها والشركات، وشفنا اعداد كبيره جدا تم تخطيطها بالوثيقه دي. شركات تامين بتقوم بقى بتقديم منتجات تانية بنفس الكلام، يمكن محتاجين نعمل دعاية أكتر عشان نوصلها للناس، ولكن عندنا النهاردة تأمين متناسق، عندنا 3 مليون شخص واخدين تمويل متناسق، منهم 500 ألف تم التأمين عليهم بوثائق تأمين متناسق. كويس قوي. بالإضافة إلى أن الهيئة العامة للرقابة المالية طلعت قرار أن أي حد عنده تمويل متناسق اللي هي المبالغ من أول جنيه لغايه 100,000 جنيه اللي هو في الفئه اللي بيتكلم عليها الاستاذ احمد، يكون عنده تامين اجباري، تامين اجباري على الكريدت لايف، او لو حصل لا قدر الله وفاه فالشركه التامين تسدد القسط اللي هو كان مسدده او المبلغ اللي هو كان مستلفه. ده الجزء الاولاني. الجزء الثاني هو بيتكلم على التكنولوجيا. التطور التكنولوجي الحقيقه احنا يعني عندنا شيء شغالين عليه بشكل كبير جدا كشركات تامين. التحول التكنولوجي، بنشتغل على اصدار وثائق الكترونيا. ايوه. يعني العميل ممكن يكون قاعد في بيته على يستلم ممكن يستلم الوثيقه بتاعته. البيع من خلال الديجيتال او من خلال التسويق من خلال السوشيال ميديا. وعاملين مجهود كبير جدا شركات تامين
في التسويق من خلال السوشيال ميديا. الهيئة العامة للكمبانية وافقت لنا على بعض أنواع الوثائق اللي نقدر نصدرها بشكل ديجيتال أو بشكل إلكتروني، زي التأمين متناهي الثمن، زي تأمين الحوادث الشخصية، زي تأمين الإجبار على السيارات، زي تأمين الحياة الفردي. الحقيقة كل ده ممكن الإنسان يشتريه بشكل إلكتروني، وبالتالي بيوفر إن الإنسان يروح شركة تأمين وياخد وثيقة بتاعته. فده مهم. الجزء اللي هو اتكلم عليه التأمين الصحي. التأمين الصحي طبعا في منظومة عملتها الدولة بحيث إن كل المصريين يبقى عندهم تأمين صحي. ابتدت تطبيقها بشكل مبدئي في محافظتين، أعتقد بورسعيد والسويس الأول أو الإسماعيلية. أيوة، وبعد كده هتبتدي تنتقل خلال 10 سنين المفروض تغطي مصر كلها. شركات تأمين هيبقى ليها دور في التأمين الصحي. احنا مش بننافس اكيد المنظومة، ولكن احنا مكملين للمنظومة، ولكن هيكون لنا دور. الحقيقة عندنا ندوة يوم 7 اكتوبر بندعوكم ان انتم تكونوا موجودين معانا فيها. الندوة دي ان شاء الله بتتكلم على دور شركات التأمين في منظومة التأمين الصحي، وهنتكلم على مستضيفين حد من المنظومة نفسها، من منظومة التأمين الصحي، يشرح لنا بالتفصيل هيكون دورنا ايه. واحنا يعني عندنا فكره تقريبا دورنا هيكون ازاي، ولكن حابين برضو يكون ده في تعرف اكتر على تقسيم الادوار بالظبط، وده يعني يكون يعني خطوه قريبه اكتر للنجاح. وانتوا تقريبا برضو الشهر الجاي عاملين مؤتمر، ده المؤتمر الثاني اللي هيتعمل في مدينه شرم الشيخ. من ضمن الخطه بتاعت الاتحاد المصري للتامين، احنا بنعمل خطه كانت لمده 4 سنوات مجلس الاداره الجديد اللي تم انتخابه العام الماضي. وكان من ضمن الخطه بتاعتنا ان احنا يكون عندنا مؤتمر سنوي على غرار المؤتمرات العالميه. كويس قوي. والحقيقه عملنا اخترنا مدينه شرم الشيخ على اساس ان هي مدينه سياحيه طبعا، والناس بتحب انها تكون موجوده فيها. عملنا السنه اللي فاتت شرم الشيخ راندفو، وليه سميناه راندفو ما سميناهوش كونفرنس يعني؟ لانه الحقيقه حبينا ان شركات اعاده التامين العالميه تكون عندها مقابلات مع شركات التامين المصريه، ويتم ابرام اتفاقيات خلال هذا اللقاء علشان تكون دي تمهيد لتجديد اتفاقيات اعاده التامين اللي بتبقى بتتم قبلها بعام. يعني تجديد اتفاقيات اعاده التامين مثلا سنه 2020 بتتم خلال شهر نوفمبر وديسمبر من 2019. يعني الشركات العالميه دي هيتم التعاقد مثلا مع الشركات المصريه، مع الشركات المصريه بالظبط كده. كويس قوي. فاحنا جبناهم يتكلموا مع بعض في هذا اللقاء. بالاضافه لده احنا الحقيقه اخترنا 4 محاور مهمه جدا نتكلم فيها خلال اليومين. المؤتمر هيبتدي من يوم 11 نوفمبر لغايه يوم 13 نوفمبر. ايوه. والمحاور الحقيقه بنتكلم فيها على ربحيه شركات التامين، وشفنا ان ربحيه بعض شركات التامين عالميا مش في مصر بس ابتدت تكون بتتاثر بشكل كبير نتيجه المنافسه. فاحنا حابين شركات التامين تقعد تتكلم تقول والله ازاي نقدر نستغل المنافسه دي في خدمه العملاء وفي نفس الوقت وصالح شركات التامين. تمام. فده جزء مهم احنا بنتكلم عليه عشان نوصل بيه لشكل كويس. ما حبيناش نكون احنا بنتكلم مع بعض كسوق تامين مصري، ولكن الحقيقه جبنا متحدثين من اكبر شركات على التامين في العالم. عندنا متحدثين من شركه ميونخ الالمانيه، دي اكبر شركه على التامين في العالم. شركه سويسري، دي شركه سويسريه ثاني شركه اكبر على التامين في العالم. عندنا من هيئه لويدز العالميه، كمان المحدثين من دول كبيره، من فرنسا، من انجلترا، من بعض الدول العربيه زي السعوديه، عندنا الحقيقه من الامارات. الحقيقه متحدثين كتار جدا، وعندنا متحدثين مصريين كمان. والمؤتمر هيبتدي يوم 11 زي ما قلت، وهيكون في جلسه مهمه كمان لرئيس الهيئه العامه للرقابه الماليه هنتكلم فيها على التشريعات وايه القانون الجديد. عندنا النهارده قانون جديد للتامين بيتم مناقشته حاليا او تم مناقشته، وعندنا الدرافت النهائي طلع خلاص، والهيئه ماشيه في اجراءات انها تظهره يعني القانون، ويتم ان شاء الله عرضه على مجلس الشعب. فهيكون موجود الدكتور محمد عمران رئيس الهيئه العامه للماليه، هيتكلم على التشريعات والبيئه التشريعيه في مصر. كمان هيكون عندنا جزء على التامين المستدام. النهارده احنا العالم كله بيتكلم على التنميه المستدامه وال 17 هدف بتوع التنميه المستدامه، وازاي ان يكون في محافظه على صحه المواطن وما يبقاش في عندنا فقر، وازاي نقدر نساعد المواطن في يكون عنده تنميه مستدامه، ازاي نقدر نحصل على بيئه جرين يعني بيئه خضراء بشكل يحافظ على حياه البني ادم. الحقيقه الاهداف دي كلها احنا كشركات تامين
بالتعاون مع الهيئه بنتكلم على ازاي يكون عندنا التامين المستدام. فبنتكلم عشان على نحافظ على يعني التنميه المستدامه لازم يكون عندي ما يغطيها يعني او يعني في تامين ليها. دي حقيقة. ده احنا شغالين عليه. الطاقه مثلا الجديده والمتجدده ازاي نقدر نستغلها وازاي احنا كشركه تامين نقدر نقدم التغطيات التامينيه المناسبه. الحقيقه ده كله هيكون في برضه مناقشه في السيشن بتاعت الدكتور خلال محمد المؤتمر. في الدكتور السيشن الاولانيه بتاعت الدكتور محمد رئيس الهيئه. وبعد كده هيكون عندنا زي ما قلت المحاور الاربعه، من ضمنهم هيكون في محور مهم جدا على تامين الحياه وازاي شركات تامين الحياه تساهم في تطور سوق التامين المصري. وهنسمع من شركات التامين ايه اللي هم عملوه البيست براكتس او احسن الممارسات اللي عملوها في شركات تامين الحياه العالميه وازاي نقدر نستفيد منها احنا كسوق تامين مصري. كمان هيكون عندنا محور يتكلم على وسطاء التامين، سواء وسطاء مباشرين او وسطاء اعاده تامين، ودورهم في تنميه العمليه التامينيه وزياده الوعي التاميني زي ما كنا بنتكلم. لان الحقيقه اللي بيتعامل مع العملاء يوميا اكتر من شركات التامين هم وسطاء التامين. صحيح. فازاي نقدر نوصل بسيط التامين المصري انه يكون على نفس مستوى التامين العالمي بل يتعداه كمان. ده جزء هنناقشه في المؤتمر ان شاء الله. من خلال التعاون اللي بيتم بقى بينكم وبين كل الشركاء اللي موجودين في المؤتمر وللحفاظ على يعني سوق التامين في مصر وازاي اطوره، يعني اللي انا فاهمه كده من كلام حضرتك ان هو ازاي اطوره واحافظ على الكيان ده وان هو ما يكبر في السوق المصري. ده برضو في الاول بيعود لصالح المواطن ولصالح المجتمع ولصالح الاقتصاد المصري. أكيد. فان انا يعني يكون في عندي كل الادوات اللي انا اقدر من خلالها احافظ على هذا السوق. طيب انا عرفت ان انتوا الاتحاد المصري للتامين عمل اتفاقيه تعاون مع اتحاد برضو التامين العربي والتونسي المغربي. ده هدفه ايه؟ الحقيقه احنا وقعنا السنه اللي فاتت اتفاقيتين مهمين جدا مع الاتحاد التامين الاردني وبعدين الاتحاد التامين التونسي، وكان في مؤتمر في المغرب من اسبوع وقعنا فيه مع الاتحاد التامين المغربي. الحقيقه الهدف من الاتفاقيات دي اول حاجه تبادل المعلومات بيننا وبين هذه الاتحادات. الحقيقه مثلا لما نشوف اتحاد التامين المغربي، سوق التامين المغربيه سوق تامين قويه جدا، وتميزوا في التامينات الزراعيه. التامين الزراعي شيء مهم جدا تميزوا فيه. تامينات التامين متناسب. السوق التأمين التونسي نفس الكلام، تأمين متناسب بالنسبة لهم، تأمين الشعبي والبنوك الشعبية وإزاي شركات التأمين بتستفيد من علاقتها هي مع منتجات جديدة يعني احنا عايزين نستفيد منها. بتخاطب شرائح معينة. احنا الحقيقة حابين نستفيد من الأجزاء دي كويس ونبتدي كسوق تأمين مصري. احنا بنكون دلوقتي لجان بيننا وبين هذه الاتحادات علشان نقدر نستفيد منها. في نفس الوقت احنا كمان عندنا سبق كويس جدا في مجمعات التأمين. احنا عندنا مجمعات تأمين، مجمعات تأمين السكة الحديد اللي هي بتأمن على الأشخاص اللي بيركبوا القطارات ومترو الأنفاق أو الطرق السريعة. عندنا مجمعة من بعض شركات التأمين المصرية بتأمن ركاب القطارات وبتدفع تعويضات لغاية مبلغ 30,000 جنيه في الحادث الواحد لا قدر الله في حالة الوفاة. ربنا يعافي الناس يا رب. فده موضوع مهم جدا. عندنا مجمعة لتأمين الإجباري على السيارات، وعندنا بعض المجمعات الاخرى. الحقيقه كل المجمعات العشريه مثلا احنا كسوق مصري سابقين بعض الاسواق العربيه في ده، فحابين كمان ننقل لهم خبراتنا فيه. يبقى هو تبادل الخبرات، يعني انتوا هتنقلوا لهم التجارب الناجحه عندنا يعني وهم في نفس الوقت ونستفيد من التجارب اللي عندهم، يعني كان تبادل النوع او المعرفه. اكيد. وهو الحقيقه يعني الاسواق العربيه او التامين في الاسواق العربيه ابتدى يكون فيه اهتمام جدا على مستوى الحكومات، في وعي زياده، وعلى مستوى حتى الافراد وعلى مستوى الجهات الاقتصاديه المختلفه. فطبعا ده فرصه لينا ان احنا نستفيد منهم ونفيدهم، وفي نفس الوقت هم لما بييجوا يحضروا المؤتمرات بتاعتنا بنديهم ديسكاونت معين، واحنا لما بنسافر نحضر مؤتمر بناخد ديسكاونت. ففي الحقيقه بندي فرصه للتعاون مثمر، يعني شركات التامين المصريه تقدر كمان يبقى عندها قدره انها تسفر الموظفين بتوعها يتعلموا ويستفيدوا بدون او بتكلفه قليله. يعني كويس جدا، يعني بالرؤيه اللي حضرتك قلتها كده دي كلها، يعني شايف قطاع التامين في مصر. ما قلنا في البدايه قول لنا كده قطاع التامين في السوق المصري، فكده رؤيتك انت تساويها بايه؟ يعني لو قلنا يعني جمله اخيره كده، حضرتك شايف القطاع دلوقتي ايه وبتامل ليه، او خطتكم كاتحاد يعني ليه ايه بكره، شايفه بكره المفروض نعمل ايه؟ يعني طبعا احنا الحقيقه دايما قطاع التامين هو مرآة الاقتصاد.
فاحنا شايفين الحمد لله الاقتصاد المصري النهارده مصر بشهاده بلومبرج احنا ثالث اكبر دوله في العالم فيها معدل نمو اقتصادي. قطاع التامين بينمو برضه بنفس الشكل، عندنا نمو يمكن في قطاع التامين تعدى 22% السنه دي، فده الحقيقه احنا حاسين ان ده شيء كويس. عندنا خطه وطموح، الهيئه العامه للرقابه الماليه قدمت استراتيجيه ان حجم اقساط التامين يتضاعف خلال 3 سنوات، واحنا الحقيقه يعني بنشتغل مع الهيئه بشكل كبير جدا ان ده يحصل. الهيئه قدمت 22 وثيقه تامين يتم طرحهم في قانون جديد ان يكون فيهم تامين الزامي او اجباري، وخاصه ما يتعلق بالمسؤوليه المهنيه والمسؤوليه المدنيه، يعني لا قدر الله في دكتور مثلا بيعمل عمليه وتسبب في حادث او وفاه، يبقى المريض يلاقي شركه تامين بتساعده، لو حد حصل له حريق في مول او في سينما شركه تامين تدفع له. الحقيقه ده كله احنا بنتعاون مع الهيئه، شايفين ان قطاع التامين يقدر يحقق ده، وبالتالي يبقى حجم الناس اللي تامن عليهم في مصر شو بشكل مباشر او غير مباشر يبقى عدد كبير جدا، بحيث ان اللي بيقوم بيه التامين او ما يساهم به قطاع التامين في ناتج الدخل القومي يطلع من 1% ل 3% او يعني 2.5% ان شاء الله خلال 3 سنوات القادمه. ويا رب فعلا نوصل لده، وان شاء الله يعني يكون كمان المواطنين يستفادوا باستفاده اكبر، ويكون عندنا وعي اكبر بالتامين على يعني انفسنا وعلى كل ما يعني اذا كان البعض بيمتلك بعض الحاجات او ما شابه، فيكون عندنا وعي اكتر، ويكون ده برضو في صالح الاقتصاد المصري. انا بشكر حضرتك جدا، وان شاء الله يكون في بيننا لقاء ان شاء الله في المؤتمر او بعد المؤتمر باذن الله تعالى. انا بشكر الاستاذ علاء الزويري رئيس الاتحاد المصري للتامين، ونطلع فاصل. بعد الفاصل عندنا يعني هناخد برضو بعض المدخلات، وان شاء الله برضو عندنا استغاثه هنعرضها. نطلع فاصل نرجع تاني. بشكرك. احنا جات لنا استغاثه من فتاه اسمها سمر، عندها 23 سنه، والاستغاثه المره دي مختلفه شويه. هي سمر حبت توصل صوتها للناس، هي حبت انها تطلع من خلال البرنامج تتكلم عن حاجة بتؤلمها نفسيا، هي بتؤلمها بدنيا طبعا، ولكن يعني الألم النفسي عندها او الألم المعنوي عندها اكبر بكتير. هي سمر كان كل يعني كلامها معانا لما اتصلت بالبرنامج ان هي حابة تطلع يعني كل الحكاية الناس تحكي حكايتها، واحنا بصراحة يعني حبينا ان احنا نلبي لها الطلب ده، خاصة انها مرت بظروف صعبة كتيرة من وهي عندها 6 سنين. سمر من وهي عندها 6 سنين، وهنسمع حكايتها هي تقولها بنفسها دلوقتي، هي ووالدتها من وهي عندها 6 سنين عملت عملية، العملية كانت فيها خطأ طبي على حد يعني كلامهم، ما اقدرش طبعا اتكلم في حاجة انا يمكن ما اعرفش الطرف التاني اللي هو الطبيب اللي عمل العملية ايه بالظبط الخطأ اللي عمله او ايه، او ما اقدرش اتكلم عن حاجة انا ما اعرفش هو ممكن دفاعه عن نفسه ايه، وهل الخطأ ده كان وارد، هل الله اعلم. ولكن الخطأ اللي حصل ده، او كما دايما بنقول يا سمر انت يعني ربنا حطك في الاختبار ده من وانت طفلة 6 سنين، فكان الاختبار او الابتلاء ده فضل يمتد في عملية ورا عملية ورا عملية، هو من خطأ في 6 سنين بدأ يمتد معاها عمرها كله، لحد ما هي مفروض انها تعمل عملية ان شاء الله بإذن الله تعالى بكرة. والعملية دي هتكون هي مفصلية في حياتها، وانا بسأل ربنا سبحانه وتعالى، ويمكن حبيت ان انا اعرض استغاثة سمر او ان هي تطلع تتكلم قبل يوم عمليتها، وان احنا النهارده نسمعها ونحاول ان هي تكلمنا من خلال مداخله، علشان انا اللي بطلب منكم انا شخصيا ان احنا كلنا ندعي لها، وان هي باذن الله تعالى تخرج بكره باذن الله من العمليه فرحانه، وان هي العمليه بتاعتها تكون نجحت، وان هي تكون ان شاء الله ربنا شفاها. واتمنى يعني هي ممكن يا سمر الاطباء يقولوا لك ان العمليه نسبه شفائها ضعيف او كده، ولكن ربنا رب الكون بامر كون فيكون، ان شاء الله ان شاء الله يكتب لها النجاح وتطلع ان شاء الله تمشي على رجليكي. تعالوا نسمع الاول سمر في خلال تقرير الاستغاثه اللي بعتته لنا وكلامها اللي عايزه تقوله من خلال برنامج مصر احلى، ونرجع تاني. انا والده سمر بحكي قصه او معناه، والله يعني تسموها زي ما سموها الله وعلى ما رسوله.
انا عندي سمر بدات هنا دوت من 6 سنين. رحت مستشفى تبع التامين الصحي، فانا شايفه بنتي وانا عفوا بشطفها حاجه غريبه، وديتها للدكتور قصه 1 2 3، قال لي لا ما فيهاش اي حاجه، يلا 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 ولا كمله ببلاش. خلاص انا كدكتور قال ما فيش حاجه، انا كست جهله هعرف ان بنتي فيها وما فيهاش؟ هشخص انا مرض ما اعرفوش؟ خلاص ما حطيتش في دماغي، طنشت الموضوع وتجاهلته. وطبعا هي البنوته ابتدت تكبر مع نفسيها، انا الاول كنت بلهز عشان هي كانت صغنونه، انما ما بقت تكبر ما بقتش بلهز عشان ما بقتش الحق او البس، بدا الموضوع يكبر. ان انا لما وصلت الاولى اعدادي الظهر ابتدى ينحني، وديتها لدكتور اولا خاص، يعني هو الدكتور ده لو موجود ربنا يبارك له في صحته يا رب، اولي اولا بتاع عمليه تكلفتها جامده، انت تروحي المستشفى اوريش الطلبه. فعلا توصلت الموضوع تبع التامين الصحي اللي هو تبع المدرسه، رحت هناك قالوا لي فعلا دي عمليه كذا كذا كذا، بس احنا هنفتح لها من قدام لورا، فتح لها من عند السر ظهرها من ورا. طب وليه مش من قدام؟ ده المفروض العمود الفقري من ورا مش من قدام. قال لي يعني من ورا عندها هشاشه في العظم. ده دكتور احنا نعرف اكتر منه؟ لا، قلنا على الله. عملنا العمليه، عمل العمليه ركب شرايح ومسامير، يا دوبك يعني شالت السلك، وعدى شهر او اتنين وابتديت الاقي بنتي بتتحني تاني. من انا بدات الحكايه ان ابتدى الاقي اعراض غريبه، ظهري اتعوج اكتر، بقيت فيه رجل اقصر من رجل، ابتديت الفت نظر للموضوع دوت، ما انتبهش او حتى ما اهتمش. ظهري طول الوقت كان ألمني، وبحس ان كان في حاجه محجره فيه، لما اجي انام على ظهري ما بقدرش، اجي حتى انام على جنبي ما بقدرش، مفيش اي وضع كان مريحني ساعتها، كنت بلفت نظره لده. بعت الكشف ادخل له، يا دكتور انا حاسه ان بنتي بتتحني اكتر. يا جماعه انتوا مكبرين الموضوع، ده بيتهيألي كان مصامه، ده ما فيهاش حاجه، ده زي الفل. اقول له انا كأم شايفاها ابتدت تنحني، وابتدت رجلها تطول رجل على رجل، كأننا بهايم، كأننا ما بنفهمش حاجه، كأننا ما بنشوفش، كأننا اساسا عفوا فضل احتضرنا بقر. يا دكتور انا حاسس، والاخر ابتديت ان انا ما اروحلوش ولا هو ولا التاني. ابتدى الانحناء يزيد مره ورا مره، فين وفين لما ربنا كرمهم واقتنعوا ان بنتي بتنحني كانت الدنيا خربت. رحنا له تاني، اللي كان بيقول ان في هشاشه في العظم مش هتستحمل، فتح من اول فقره لاخر فقره. طب انت منين الفقرات مش هتستحمل؟ ومنين انت العمليه التانيه استحملت؟ اللي كان بيقول الفقرات مش هتستحمل، طب هي ازاي مش هتستحمل، وازاي استحملت العمليه التانيه عمليه كبيره زي دي من اول فقره لاخر فقره؟ قعدت حوالي 5 ساعات او اكتر. واللي هو ما يعرفوش، او المفاجاه اللي اصلا عرفتها انا فيما بعد، ان في حاجه اسمها ورم ليفي في الفقرات، ما بينفعش معاه عمليه، لازما العمليه اللي يكون داخلها يكون عارف هو بيعمل ايه، يا يعملها صح يا اما فعلا هيدمر حياه اللي بيعملها له ده. كان بيجرب، والتجربه دي انا حتى الان انا اللي بدفع تبعها، من حياتي، من نظرات الناس، من اني مش عارفه امارس حياتي طبيعيه. بقالي اكتر كده دلوقتي من 15 سنه مش عارفه اعمل اي حاجه طبيعيه زي اي حد. لو خرجت ابص الاقي نظرات غريبه، رحت مثلا اشتغل، ايه ده سلامتك انت مالك، حاجات غريبه قوي بلاقيها. خلصنا من العمليات تانية، ابتديت الاقي ان الشرايح اللي هي الغلط عامله صديد والتهابات. يا دكتور انا لسه تعبانه، يا دكتور لسه الدنيا بايظه، لا انت بتهيالي خدي الذهبات دي، لا انت مش عارف ايه. ما عنديش الا هي بس حته بنت، وهي اللي طلعت بيها من الدنيا، ومن يوم ما مشيت كده على وش الارض وانا بجري بيها شمال ويمين. انا عايز اقول لك ساعه ما سمر كانت بتعمل العمليه الاولانيه، انا كان عندي ابني سايباه في البيت، جاله كهرباء زايده على دماغه، بيجيله تشنج، بقيت اجري بدي مره واجري بدي مره. هم لو كانوا ساعتها طلبوا فلوس انا كنت اديتهم الفلوس، او كنت بعت اللي ورايا وقدامي، بس كنت اخد نتيجه حلوه. ما هو مقتنع ان هو مش غلطان.
وبلدك ادت مين حق من امتى؟ ما معروف دايما الطبيب ان هو بيعمل كذا كذا، مجرد ما يعمل لا انا مش عارف انا ايه بيطلع منها، واحنا اللي بنعك فيها في الاخر، الغلبان اللي زينا احنا بيدس في الاخر. هو كده اصلا انا اعتبر قضيت حياتي ما بتحركش، يا سرير يا قاعده، يا اما ممنوع اوطي، مامتي كانت بتلبسني الشوز، اسفه كانت بتلبسني البنطلون، فحتى ما فيش اهمال مننا اهو، احنا واخدين بالنا من كل حاجه. ما عاشتش من المدرسه للبيت والبيت للمدرسه، ليه يا بنتي؟ انا حاسه ماما ان الناس ساعه ما بيبصوا بيتمسكنوا عليا طول طول ما هي خارجه لابسه شنطه كتف في ظهرها عشان تداري الانحناء اللي في ظهرها. وساعه ما كنت بروح اوديها المدرسه بتاعت اعدادي البنات نفسيهم والله، لان تلاقي ما فيكش اي حاجه، امك عايزه امك توديكي وتجيبك عشان خاطر تعملي حج. بعد العمليه الثانيه انا عماله الفت نظره اني لسه تعبانه ولسه في مشاكل في ظهري. عمل حاجه بسيطه قوي، عمل طلب اكس راي كتر خيره واهتم، اللي هي الاشعه، كتر خيره واهتم وابتدى ان هو يديني علاج. العمليه الثالثه بقى عمل حاجه مفاجاه جميله جدا، شال الشرايح والمسامير اللي صح اللي عدلت ظهري وساب الغلط، راح ظهري اتعوج تاني بس اصعب من الاول، بقى من انعواج طبيعي للتشوهات. كانت فرطه جرد مع الدكتورين الاثنين، كانت مجرد فرطه جرد. ايوه زي ما احنا دلوقتي كليه الطب ايه، خلاص هو يتخرج السنه دي، الامتياز بتاعه بيدوله ايه بيشتغل عليه؟ بيدوله عفوا فاز اللفظ اللي هي الضفدعه، جثه ميته، جثه ميته مش انسان حي يرزق. اخر حاجه قال لي يعني الحل الوحيد اللي لقيته، قالوا لي اصل لازم الحل بتاعك في امريكا، لان العمليه بتاعتك هنا نسبه خطورتها 90%. يعني انا بدفع ثمن غلطه عمليه طول حياتي، وفي الاخر كمان هعمل عمليه ويا عشت طبيعي كمان يا اتشليت. بعت بيتي عشان خطأ الطبي، عشان الاهمال اللي عمله فينا من اول عمليه لاخر عمليه. ان شاء الله امتي العمليه تنجح، واملي في ربنا سبحانه وتعالى وفي الدكتور ان انا ما اعيش المعاناه دي، لان انا اعتبر دلوقتي هنبقى سكان باذنك انت يا رب. اول ما ربنا يكبر بخاطرنا هتصل بيكم من اول الناس. انا نفسي الاقي حل في موضوع الاهمال دوت، لان لما ابتديت اخش في الموضوع لقيت ناس كتير قوي بتيجي بتكلمني انا حصل لي اهمال واحد اتنين تلاته. اولا كطبيب من فضلك احترم القسم اللي انت حلفته، حياتنا مش فران تجارب، احنا انت بتجرب فينا بس مش عارف ايه اللي بيحصل فينا بعد كده، مش عارف حالتنا بتبقى عامله ازاي، انت بتدمرنا. قلت عايزه اكلم المرضى. انا قبل ما بدخل اي حاجه دلوقتي بقيت بعمل بحث عن المرض واعرف ايه تشخيصه وعلاجه وايه الخطر وايه الخطر بتاعه. استاذه وفاء طبعا انا بشكرها لانها الوحيده اللي لبت النداء، لان انتوا اول الناس اللي ساعدونا واهتميتوا بالموضوع وجيتوا. يعني الولد سمعت لما اتصلت بالتلفزيون اول اسبوع، اخر اسبوع كنت عامل ما لحقتوش يا دوب. ربنا يشفيكي ويعافيكي يا سمر، وباذن الله تعالى تبقى العمليه بكره باذن الله تعالى هي تكون الفيصل في حياتك، وتكون ان شاء الله ناجحه. وحتى لو قالوا لك نسبه الخطوره مش عارف ايه، وحتى يعني في الاول في الاخر ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بيقدر الخير، واذا كان ابتلاء عشتيه في حياتك فربنا سبحانه وتعالى اكيد هيجبرك عنه، ان شاء الله يجبرك عنه باذن الله تعالى. احنا هناخد من دلوقتي لحد نهاية الحلقة ناخد مداخلات حضراتكم، كل اللي عنده اي استفسار او عنده اي حاجة ان شاء الله هنستقبل كل المداخلات ان شاء الله. ربنا يبارك لنا في الربع الساعة اللي جاية دي. معانا سمر. الو الو، اهلا يا سمر، ازيك؟ الحمد لله، اهلا بحضرتك، اخبار حضرتك ايه؟ الحمد لله. انت قولي لي اخبارك ايه كده، مستعدة وقوية كده؟ لا لا تمام، انا سايباها على الله بكل ما فيا والله، نفس ما حضرتك قلتي، لان ربنا ما بيجيبش غير الخير، سواء اختبار جديد او حياه جديده ايا كان ايه هو، فهو خير ان شاء الله. ربنا يبارك فيكي يا حبيبتي. انت يا سمر خلصتي دراسه صح؟ يعني انا معايا ثانوي، ما عرفتش اكمل دراسه للاسف، بس ان شاء الله اول ما اقوم بالسلامه هكمل ان شاء الله. وقفتي لحد فين؟ وقفت لحد ثانوي. لحد ثانوي، خلصتي الثانويه العامه ولا لسه؟ اه. طب كويس، يعني خلصتي، يعني انت حاصله على الثانويه العامه. تمام.
ان شاء الله باذن الله تعالى باذن الله بعد العمليه تبتدي تستأنفي دراستك تاني وتخشي حتى ولو انتساب في اي كليه وتذاكري وتكملي حياتك، وان شاء الله يعني حياتك اللي جايه هيكون فيها خير كتير قوي. اهم شيء دعوات حضرتك ودعوات طبعا الساده الجمهور اخواتي، انا طبعا اكيد اختهم او بنتهم. كلنا بندعي لك حبيبتي، وانا يعني طلبت من الناس كلها اللي بتشوفنا دلوقتي انها تدعي لك، وان شاء الله باذن الله تعالى ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. عايزاكي تحطي دي يقين وانت داخله العمليات بكره باذن لا الله. انا مقتنعه جدا كل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. نعم نعم. عايزه اقول لك دعاء تقوليه يا سمر ان شاء الله وانت داخله اوضه العمليات، تقولي اللهم اجعل يدك الشريفه الطيبه المباركه ثم يد حبيبك المصطفى لا ملاحقة ومرافقة ومحيطة بيد الطبيب، وتقوليها أكتر من مرة. أكيد. أنا بس أنا أسفة إن ده الدكتور الوحيد اللي حابة أذكر اسمه، أنا أسفة جدا طبعا. أنا بجد حابة إن الدكتور هاني الوحيد اللي إداني نسبة أمل حتى لو بسيطة، حابة أذكره جدا بجد، هو شخصية عظيمة جدا طول الوقت بيعملنا كأب. ربنا يجعل الشفاء على إيده بإذن الله. وان شاء الله يعني هو اكيد دكتور، يعني ما هو زي ما كل في حاجه في حياتنا كلها زي ما قلنا ده طبيعه الكون يا سمر، في الابيض وفي الاسود، في الكويس وفي الوحش. هتلاقي قابلتي ده، وممكن يكون هو ده اللي ربنا بعته لك يكون جبر ليكي، وهو ده اللي صحح على ايده باذن الله تعالى حياتك كلها باذن الله. اكيد اكيد، مش معنى اني قابلت مره حاجه وحشه ان كل حاجه في حياتي وحشه. صحيح اكيد اكيد، في خير وفي شر، ربنا اراد اني اقابل الشر الاول بحيث اول ما يجيلي الخير اعرف قيمته واقدره. صح يا حبيبتي، وان شاء الله ربنا باذن الله تعالى هيجبرك ان شاء الله تطلعي من العمليه سليمه معافى باذن الله تعالى، وتكوني بقى يعني تقدري النعمه، يعني تحسي بقى بنعمه أكيد الشفاء وليها أكيد فرحه كبيره باذن الله. اكيد، لان هو بصراحه قال ان نسبه وقت العمليه كبير جدا لانها شويه كبيره، حتى والله هو لاخر وقت كان باعت الورق لاكبر دكاتره في امريكا وفي تركيا وقالوا ان العمليه صعبه، بس تمام انا سايباها على ربنا بكل يقين والله. ان شاء الله باذن الله مش هتكون صعبه ابدا وهتكون سهله خالص، وهتشوفي باذن الله، واحنا هنطمن عليكي بكره باذن الله ونتصل عليكي كده تقولي الحمد لله كله زي الفل ان شاء الله. اكيد طبعا، ده شرف ليا حضرتك اختي، وده شرف ليا عظيم والله. ربنا يبارك فيكي يا حبيبتي يا رب، ويشفيكي ويعافيكي يا رب، وان شاء الله ربنا ان شاء الله يفرحك بكره باذن الله بنجاح العمليه ويفرحنا معاكي باذن الله. شكرا شكرا يا سمر، ربنا يشفيكي يا حبيبتي ويعافيكي. معانا مين؟ معانا محسن من الشرقيه. الو الو الو. ايوه سامع حضرتك، اتفضل. معاكي محسن احمد شوقي، مدير عام سابق بالتربيه والتعليم. اهلا وسهلا. انا بوجه ندائي يا استاذه وفاء الى السيد الدكتور وزير التربيه والتعليم. ايوه. لأنني قبل خروجي على المعاش كنت أعمل بالتربية والتعليم، وكذلك السيد وزير المالية لأنه الوزارة المسؤولة عن توفير الاعتماد المالي. والسيد محافظ الشرقية حاكم الإقليم اللي إحنا بننتمي إليه. والسيد وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، لأنني أعمل بإدارة التنمية التعليمية سابقا. أيوه. أرجو منه رحمة بنا، ارحمونا ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء، يسروا على أصحاب معاشات فهم أولى بالاهتمام، لا تتركونا في يد موظفين يتلاعبون بأقدارنا كما هو في قسم الموازنة بمديرية التربية والتعليم. وإيه المشكلة؟ إيه المشكلة يا أستاذ محسن؟ أعرض المشكلة. قريت على المعاش ب 23/11/2017 لبلوغ سن المعاش. طبعًا إلي رصيد أجازات، رفعت قضية للحصول على رصيد أجازاتي كما هو المتبع لدى جميع من يخرج عن المعاش، تم رفع القضية رقم 3830 لسنة 23 قار. في الجلسة المنعقدة في 17/1/2019 حكمت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدائرة 64 بأحقيتي في صرف البدل النقدي لرصيد أجازاتي، وأرسلت الصيغة التنفيذية. يعني المشكلة كلها إن هم مش عايزين يصرفوا لحضرتك البدل النقدي بتاع الأجازات. هو الموظف بتاع الموازنه هناك بيبعت الورق حسب المزاج، يجيب حسب المزاج، ان يجي ناس كتير، ما انا بقول لسيادتك الترتيب بتاع. طيب انا عايزه حضرتك برضو تسيب رقم تليفونك بحيث ان احنا لو تواصلنا مع وزاره التربيه والتعليم ان شاء الله يعني يكون في حل للمشكله دي، واحنا بنضم صوتنا لصوتك باذن الله وتقدر تاخد حقك ان شاء الله. ربنا يوفقك يا رب. معانا احمد من الدقهليه. الو
السلام عليكم يا استاذه وفاء. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا مشكله يا استاذه وفاء، مشكله طفله اسمها رماس السيد نصر. الطفله دي عندها 3 سنوات. ايوه. تعرضت عندها 3 سنوات تعرضت لخبطه في رجليها فعملت شرخ. اتعرضت لايه؟ يا استاذه وفاء اتعرضت لايه معلش؟ اتخبطت في رجليها. اتخبطت فعملت شرخ في رجليها. وديناها لدكتور عظام جبس رجليها. الجبس ده ادى الى خراج داخلي في رجل البنت وعمل صديد، والصديد دخل في العظم ورجل البنت مهدده بالبات. لا 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 طبعا رحنا البنت لما سخنت ورحنا لدكتور العظام، بقى يبعتنا لدكتور اطفال، ودكتور الاطفال يدي حاجه تنزل السخونيه، طبعا ما بتنزلش. فطبعا لقينا فيه خراج داخلي وعمل صديد في العظم. رحنا مستشفى السنبلاوين عملوا اشاعه، لقوا حاله البنت سيئه وقالوا لا ما تنفعش عندنا هنا في المستشفى، ودوها يعني في اي مستشفى تاني او مستشفى الجامعه ولا حاجه. طبعا مش عارفين ندخلها اي مستشفى الدوله، اي مستشفى حكومي مش عارفين. طبعا رحنا لدكاتره بره عملوا عمليه ب 30,000 جنيه ولسه لها كمان عمليتين او ثلاثه. يعني لسه مش عارفين هيحصل ايه، وطبعا مهدده بالبت. وطبعا ولي الامر ابو البنت راح عمل بلاغ محضر في مركز السنبلاوين، المحضر ده النيابه طلبت تقرير من مستشفى السنبلاوين. الدكتور العظام في المستشفى بيجامل زميله وعمل تقرير غلط، تقرير مزور. هي محتاجه طبيب ايه؟ نعم طبيب عظام. عظام طب هل هما توجهوا بيها لمستشفى ابو الريش؟ لا يا استاذه وفاء، هي توجهوا بقى لناس دكاتره بره في عياده خارجيه بحيث يلحقوا البنت، لان البنت حالتها كانت لما بتقعد بالساعه، لان الصديد عمل تسوس ويعني واكلان في العظام. فلو قعدت طيب ولفنا على الدكاتره على المستشفيات الحكومه يبقى البنت هتضيع. فطبعا لحقناها في مستشفى يعني في عياده خارجيه بعمل عمليه ولسه لها كمان ثلاثه. طيب طب ايه معلش بعد اذنك، يعني انا برضو عايز افهم يعني حضرتك عايزنا نساعدك ازاي يعني؟ لا انا مش عاوز مساعده، انا عاوز وزيره الصحه الدكتوره هاله زايد تاخد حق البنت من الدكاتره يا استاذه وفاء. ايوه اولا ولي الامر ابو البنت هو قادر والحمد لله، وبيجيب لها حقنه كل يوم ب 500 جنيه حيوي. انا عاوزين حق البنت. ازاي ربنا يشفيها ويعافيها، وانا بضم صوتي لصوتك، ومن خلال الاستغاثه الاولانيه والاستغاثه دي يكون يا ريت اللي يكون الاستغاثتين يعني وصلوا لوزيره الصحه، ويكون في اتخاذ اجراءات او تحقيقات مع بعض الاطباء. مش بنعمم المساله، مهما كانت في اي قطاع في الدنيا بتبقى نسبيه، بس نعرف يعني اذا كان الخطا ده يعني خطا اهمال ولا خطا غير متعمد ولا خطا نسبي بيكون متعارف ليه عالميا وبناء عليه بناء للتحقيق. وده هو الكلام العدل، اللي يكون فيه تحقيق، والتحقيق هو اللي بيؤكد اذا كان الطبيب اخطا ولا لا. لو في طبيب تم محاسبته مره، اكيد كل واحد بعد كده او اي حد في اي مهنه هيراعي ربنا سبحانه وتعالى وهيراعي ضميره ان شاء الله، لان دي ارواح ناس. ربنا يشفيهم ويعافيهم يا رب. معانا حد يا محمود؟ خلصنا؟ والله معلش. طيب معلش سامحوني، يا دوب الوقت انتهى، ولكن ان شاء الله باذن الله تعالى كالعاده دايما بقول لكم نعوضها، وربنا ان شاء الله يعني يقدرنا ونقدر نعوضها ان شاء الله. يعني باذن الله القاكم في الجمعه الجايه باذن الله تعالى، واترككم في رعايه الله، وامنوا تصبحوا على الف خير.